مدينة مهدية مدينة ساحلية تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة تونس. بخلاف السياحة والصيد البحري، المهدية عندها خاصية تمتاز بها على بقية المدن التونسية. الدرجة النارية فهمت لها أول حاجة مشهورة معنا في الفيسبا، هي المرتبة الأولى فهمت لها من ناحية السكوترات. ثاني فهمت لها من ناحية الطرقات ماهيش هيك الكل، معنا الفيسبا أصح وأسرع وزيكونومية بتاع ليسانس. سنسنا بها فهمت الله من قبل، سنسنا بها معناها من اللي تخلقت هي اللي هنا هي سكوتر، أول سكوتر اللي هبتوا هنا في المدينة هي سلعة تانية سكوتر، ويحبوهم ياسر ومطلوبين وصحاح المشي ومصحاح تركب عليها حتى زوج. أظن الفيسبا موجودة بكثرة في المدينة لخطر عنا برشا عايشين في إيطاليا، واللي في إيطاليا بطبيعة الحال أول حاجة يبالك الفيسبا. وجود الفيسبا بكثرة في المهدية نتج عليه ظهور مشاريع أخرى ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد. جماعة طالي تتفاصل هم يجيبوا سكوترات مغادك، أول حاجة هم يساعدهم باش يجيبوا سكوتير. أول مهاجر فهمت في إيطاليا كيمش يجي لتونس فهمت بالفاكانس يجي بك سكوتير معاه فهمت لا يشريها مغادك كما يقولوا 300 أورو ولا 400 أورو يجي هنا يبيعها بمليون فهمت لا معناها يركب في حتى الفواياج نتاع البطو نتاع البيي نتاع هما برشا ناس ولا في كل بلاصة سكريست ولا يخدموا ولا لاباس عليهم، وثم اللي عنده حتى زوج صناع وثم عندهم فهمت يجيبوا بيست تاشي جديد يجيبوا البنوات جديد يجيبوا معناها من ناحية السكوتير هذيك علاش الأغلبية خذاها على خاطر البيست تاشي موجودة فهمت يجيبوا في مطالي فهمت البيست تاشي بنوات السيجمونات معناها البيست مطلوبة هنا موجودة ماهمش مفقودين. بارابور الاخرين مفقودين اللي نتيح له سكوتير من الاخرين نتاع فرنسا ولا نتاع بلجيكا ولا فهمت ولا بس ياسر. مشينا للزهرة لورشة الحبيب بوشناق. حبيب هو واحد من الميكانيكيين المعروفين في ولاية المهدية ومختص في هذا النوع هذا بالذات من الدرجة النارية. بالنسبة للمهدوية يحبوا الفيسبا بما ان هي نشأت بما ان هي سائحه برشا بالنسبه للبياج وهذا جميع انواع الفيسبا وما تبعها ناجحين هما اصحاح ككاروسيري وكميكانيك كلها سائحه باهيه وعزمت مع الجهه هذه ومشات معاهم على حبها ودات في التراث ولات مولود معاها مصر. انا عندي شوف من السبعينات موجوده الفيسبا بالمدينه بحكم هي عمالنا بالخارج مربوطين ديما بإيطاليا وإيطاليا هي اللي تصنع الفيسبا. معينة موجودة وقطايع نتاع موديلات مش موجودة؟ والله ديما هي طول بالنسبة للقطايع موجودة وبالنسبة للي يخدم برشا تلقاها بشي تبقى بشوي بشوي ماشي بشوي بشوي تصوم القطايع حكم طول تلاقوا بسكوتيرات حاجة جديدة ديما الموديل الجديد اللي مشي تبقى بشي طايح القديم. تو فما حويجات ناقصين مش حكاية كبيرة. أنا لباس طلقة حتى كي تتعاطى شوية وبعد طلقة لباس ويبقى السؤال كيفاش الفيسبا باش تنجم تفرض روحها في خضم التطور متاع وسائل النقل، وهل فكرك المهدية بجدية في استغلال هالخصوصية هذه لدعم السياحة في الجهة؟